في صورة هذه الجولات الميدانية من الأحساء مراسلنا محمد المزيدي. أهلا بك محمد، يعني انقل لنا هذه الجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة التجارة وأبرز هذه المهام. نعم إبراهيم، أتحدث إليكم من الأحساء تحديدا من داخل الأسواق التجارية كما ترصد لكم كاميرا الأخبارية الآن. هذه صور مباشرة وحية، ولعل الصور أبلغ من الكلام إبراهيم، وهذا رد لكل من قال في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأحساء تعاني من ضعف المواد الغذائية أو الإمدادات التموينية. عموما وبكل الأحوال أستضيف في هذه النشرة تحديدا المشرف الرقابي أو مشرف الرقابي في وزارة التجارة بالأحساء الأستاذ مشاري السويلم. أولا مساء الخير أستاذ مشاري، حدثنا عن دور وزارة التجارة في هذه الأزمة تحديدا. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقوم الفرق الرقابي بوزارة التجارة باستقبال بلاغات مباشرة البلاغات الواردة من 1900 مباشرة من قبل الرقابة الميدانية، والتأكد من وفرة السلع التموينية الضرورية ورصد الأسعار التموينية ورفع إدارة التموين بالوزارة. طيب أستاذ مشاري، حدثنا عن المستودعات ومنافذ البيع في السوبر ماركت. تقوم الفرق الرقابية أيضا بالوقوف على جميع منافذ البيع بشكل يومي ورصد الأسعار ورفع تقرير يوميا للوزارة بجميع السلع التموينية الضرورية للمستهلك. في حالة عدم وجود نقص في أي سلعة تموينية ضرورية يتم رفعها للوزارة وتقوم الوزارة بتوفيرها للأسواق المحلية. شكرا لك أستاذ مشاري. نعم إبراهيم، كذلك قامت وزارة التجارة بالأحساء من تاريخ 6/7 إلى غاية 6/8 من هذا الشهر الحالي بعدة جولات رقابية وصل فيها عدد المخالفات إلى 121 مخالفة، وتم رصد عدد من الإشعارات وكان عددها 1211 إشعارا تجاريا. صورة والكلمة يتضح من خلال الصورة من خلفك أن هناك أيضا سلع رمضانية من الآن متوفرة، يعني وليس هناك فقط نقص في السلع كما يقال، هناك سلع رمضان وصلت من الآن يعني. نعم بالتأكيد إبراهيم، هذه المواد الغذائية ليس فقط في هذا المركز التجاري، في كل المراكز في الأحساء، في الهفوف، في المدن الأخرى، في المبرز، في جميع القرى والهجار التابعة للأحساء هنالك إمدادات بوفرة من المواد الغذائية والتموينية لشهر رمضان وإلى وقت طويل إن شاء الله. أكيد بإذن الله، ونحن نشكر رجال وزارة التجارة أيضا، هم من ضمن الرجال العاملين في هذه الأزمة، حالهم كحال رجال الصحة وغيرهم من الأبطال الذين يقفون بعزم وقوة في هذه الأزمة. شكرا لك مراسلنا محمد المزيدي من الأحساء على هذه الجولة التي